في أقل من عامين تحولت بحيرة عين الصيرة من مكان لإلقاء المخلفات إلى جنة وواحة خضراء، وذلك بعد توجيه من القيادة السياسية بتطوير هذه المنطقة. الدولة خدت قرار إنها تنقل الناس من هنا وتطور حياتها لأماكن أنظف وتستغل المكان ده للتطوير. كان تحدي كبير طبعا، لأنك لازم تقنع الناس إنه يسيب المكان وينقل على مكان أفضل، ودي طبعا ما بتبقاش عملية سهلة. ده كان أول تحدي. تاني تحدي كان طبعا مرحلة كورونا، بس احنا كملنا شغل الحمد لله. كان تالت تحدي اللي هو ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المنطقة كله. ابتدينا 15/3، يمكن قبلها بشوية بس كان تجهيزات موقع. ابتدينا الشغل على طول في المكان هنا بعد ما الشركة الأولانية كانت عملت تطهير للبحيرة. ابتدينا بقى هنعمل تشكيل الأماكن والمباني والمنشآت اللي عندنا. وتم تطوير البحيرة على مرحلتين، اللي هي مرحلة اللي هو توسعة البحيرة وشيل المخلفات وتشكيلها، دي أول مرحلة والتكريك بتاعها. وبعدين تاني مرحلة اللي هي طبعا المناطق الخضراء حضرتك والمنشآت والمباني اللي تمت فيه. المشروع هنا كان عبارة كله الأول كان عبارة عن كلها منطقة مخلفات ومنطقة هيش، كانت كل البحيرة دي ما كانتش باينة. فبدأنا عملية التوسعة، بدأنا عملية التوسعة والتكريك والتطهير للبحيرة. حضرتك احنا شلنا أكتر من 250 ألف متر مكعب مخلفات من البحيرة اللي موجودة هنا، من البحيرة اللي قدامنا دي. بعد كده بدأنا أعمال اللاندسكيب اللي حضرتك شايفه، الأعمال اللاندسكيب أو المشروع اللي هنا ده عبارة عن ممشى سياحي بطول 2500 متر تتخلله مناطق جلسات بيقعدوا عليه لكبار السن، للي أي حد عاوز يتريض بيجي يقعد هنا، بيجي هنا على الممشى السياحي دوت. دي مرسى قوارب هتبقى موجودة هنا للتنزه داخل البحيرة، يعني ممكن أي حد يجي بياخد المركب وبيتنزه داخل البحيرة، بيلف حوالين البحيرة بيتنزه فيها نص ساعة ساعة زي ما هو عاوز. في خطة برضو كمان إن يحصل استزراع سمك. إحنا عندنا عاملين هناخد مية البحيرة نفسها هنعمل لها تنقية بحيث نرجعها تاني. جزء من المية دي بدل ما نفقده هنعمل فيه مزارع سمكية، تصميم مصري، متابعة مصرية، عمالة مصرية، لم تدخل أي أيدة أجنبية في هذا المشروع. بقالي سنة شغال في مشروع تطوير بحيرة عين السيرة، وحولناها من منطقة عشوائية إلى منطقة ساحرة زي ما أنتوا شايفين. أنا شغال في خدمات كهرباء حضرتك، بشغل النوافير بتاعت المياه، بشغل اضاءات للعمال. من اول اليوم باجي الصبح بنفتح بنروي الزراعات الجديده، وبنشغل الرشاشات، نروي الرش وشبكات التنقيط وري الشجر. ان شاء الله باذن الله ساعه المشروع ما يكمل باذن الله هنجيب اسرتي هنا واخواتي واولادي. تم التطوير واصبح المكان شبه جاهز لاستقبال الزوار على مدار ساعات اليوم، وأصبحت البحيرة تحتوي على 5 نوافير مياه على أحدث النظم العالمية، شبكة إنترنت فائق السرعة، مقاعد جلوس لكبار السن، شبكة إضاءة عالمية، مياه كبريتية للاستشفاء، ممشى سياحي، مطاعم عالمية، وكاميرات مراقبة، وعن الأفضل من ذلك حدث ولا حرج. عبد الرحمن داود، 90 دقيقة، قناة المحور.